تعالى تعالى، لا يهم من تكون، لا يهم من أنت، ولا إلى أي طريق تنتمي. عابر سبيل ناسكا أو عاشقا للحياة، تعالى نتكلم عن الله. مولانا جلال الدين الرومي العظيم، أهلا بيكم. أنا محمد صلاح وانتم تشوفوا قناة الاتنين. النهاردة معانا بداية حلقات للروائي الروسي العظيم والمفكر والفيلسوف تولستوي. وتولستوي مش بس ان هو اديب او روائي، لا، ده انتهى الى ايقونه مفكر وفيلسوف ومؤمن عميق الايمان. ان شاء الله يكون لنا حلقه كامله عن تولستوي فيما بعد. النهارده بنبدا في واحده من حكاياته بعنوان مكيدة شيطانية. في أحد الأيام طلع فلاح فقير غلبان كده من بيته، معاه كيس العيش بتاعه والحصان بتاعه، قاصد أرضه، رايح يشتغل في أرضه ويوضب في أرضه. بالفعل وصل أرضه، خد الحصان بتاعه وحطه جنبه كي يأكل من الحشيش اللي موجود في الأرض والعفش والبتاعه، وهو نزل يشتغل وعلق الكيس بتاع الأكل في الشجرة. الشيطان شافه قال بس دي فرصة اخد كيس العيش بتاعه وخلص واعمل، وبعدين هو يطلع بقى نشوف ايه رد فعله ايه. بالفعل خلص الراجل شوية شغل بتاعه، مش عارف، تعب، طالع ياكل لقمة ويشرب كوباية الشاي، وبعدين يبقى ينزل يكمل شغله. ما لقاش كيس العيش بتاعه اتاخد. الراجل قال ايه اللي حصل، انا حاطه هنا ولا هنا؟ لا، هي في نفس الشجرة دي، انا فاكر ان هي الشجرة دي بالظبط، انا ما اتغيرش، مفيش حاجة اتغيرت، هي الشجرة. لكن لما حس كده قال يلا معلش، يمكن اللي خده محتاجه اكتر مني، فيلا ربنا يسهل له وربنا يسامحه. وخلص الراجل، قال خلاص في بير جنب كده، راح شرب منه ميه وروى عطشه والحمد لله تمام، اطمن على الفرس بتاعه وكمل شغله. الشيطان اتضايق جدا وغضب، الله مش ده اللي انا عايزه، انا عايز انفعال وغضب المهم طلع فوق لابليس، قال له عملت ايه؟ قال له حكى له اللي حصل. قال له لا كده ما ينفعش، اللي انت بتقوله ده انزل تاني، عايز الدنيا دي تخرب، عايز الدنيا تتدمر، والا لو ما عملتش كده تاكد تماما ان انت انا هنهيك، هاذيك، يعني هعاقبك عقاب مؤلم. طب ازاي؟ قال له قدامك 3 سنين، بعد ال3 سنين تجي لي، ما عملتش حاجه تشوف انا اعمل فيك. فالشيطان نزل قاعد يفكر، طب اعمل ايه في الراجل ده؟ مهم طلع في هيئه شخص عادي، فلاح هو كمان بسيط، وراح رايح قاعد مع، قال له بقول لك ايه رايك انا اجي اشتغل معاك ونزرع ونعمل. قال له ماشي. قال له طب في حته ارض هنا بتاعته برضه، بس يعني على جنب كده شويه. قال له ايه رايك نصلحها ازرع زرع قمح، جاب قمح كتير جدا. الراجل انبسط، حط في المخزن بتاعه وحط في بيته وحط في الارض. اول سنه، تاني سنه الراجل بص كده لقى الدنيا بزي. قال له الشيطان برضه اقترح عليه نفس الاقتراح، ايه رايك نزرع قمح تاني ونزود؟ قال له ماشي. بالفعل زرع قمح تاني والقمح كتر وزاد وبقى فيه كتير قوي. فالراجل بقى اللي ما كانش عنده حاجه خالص وبالنسبه له الحياه عادي ماشيه الحمد لله، اللي جاي على قد اللي رايح، وايه الدنيا مكفيه نفسها، يوم بنستلف يوم بنجوع يوم بنشبع يوم الدنيا تمشي، بص لقى نفسه فجاه كده بقى، يعني طبعا نقول من اصحاب الاملاك وفلوس وغنى. الراجل ده كانت علاقته بزوجته في قمه الروعه، يناموا يطمنوا على بعض، يصحوا الصبح يطمنوا على بعض، انت كويسه انت كويس، ان الحمد لله طول ما احنا مع بعض مفيش حاجه مستاهله، الدنيا حلوه الحمد لله على قد اللي جاي. فجاه طبعا لقى نفسه مبسوط ولقى نفسه غني ولقى نفسه عنده حاجات كتير، فبدا التفكير يعني زي ما نقول كده يشتط بعقله. فالراجل الشيطان اختار عليه بقى هنا، قال له بقول لك ايه رايك نعمل خمره من القمح ده؟ قال له ايه دي؟ قال له فيه، تعالى وانا اوريك. المهم وراه وعمل، بيبص لقى ايه خمره، قال له بص انا كده الحمد لله تمام. الشيطان قال له انا بقى اخد بعض ايه وامشي انا وكمل انت عيش حياتك وعيش دنيتك ومع، قال له ماشي. فالمهم راح طلع، بالفعل الراجل بقى عنده خمور وعنده بتاع، اتعلم الكسل، اتعلم الطمع، ما بقاش يطلع يتعب زي الاول، بدات نفسيته تتغير. المهم الشيطان طلع فوق قال لابليس بقول لك تعالى بقى عشان خاطر تشوف نتيجه شغلي. قال له عملت ايه؟ قال له تعالى اتفرج معايا. نزلوا، الراجل طبعا عامل عزومه لاصدقائه ومعارفه وجيرانه وبتاعه، قال لهم تعالوا عشان خاطر تشربوا الخمر بتاعي الحلو الجميل اللي انا عامله. بالفعل الناس نزلت اتجمعت، اول شيء حصل مراته داخله بصينيه كده على الكوبايات بتاع الخمور او الكؤوس، فاتكعبلت فوقعت كوبايه منها كان دلقت او اتكسرت. فالراجل طبعا اللي كان
يحبها وخاف عليها ويحتضنها ومعتبرها كل شيء في حياته. طبعا شتمها وهانها وضرب الحاجات منها، وانت ازاي تعمل، انت انسان. ابليس قال له ايه ده اللي انت عملته ده، دي كان الدنيا بينه وبين بعض. قال له لسه شويه بس. المهم قال له استنى ما اشربه. وهم قاعدين دخل واحد كده غلبان فقير، فالراجل اشمئز منه الفلاح اللي هو يعني، قال له وبعدين هي مش تكيه هي يعني، او مش سبيل احنا، فخد بعضك وامشي. قال له بس انا كل حاجه اشرب ميه وهشرب معاك. قال له لا انا يعني الشكل والمنظر وانت عامل كده ليه وبتاعه. فالراجل نفسيا اتضرر اتاذى، فخد بعضه ومشي. فالمهم الناس شربت اول كاس، بداوا يشكروا في بعض، انت ملك وانت سلطان وانت احلى واحد، انت مش عارف قبها وبيتك وحياتك. قال له الله ايه النفاق والرياء اللي بقى، ابليس بيقول للشيطان. قال له استنى لسه شويه. تاني كاس بداوا يشتموا في بعض، يا كذا وانت وتاريخك واسرتك والعرض والشرف ابليس قال له ده، قال له لا لسه ده لسه اللي جاي انيل. فشويه الكاس الثالثه مسكوا في بعض بقى، شتيمه والفاظ ما كانتش بتتقال ابدا، واهانات ودمار. والراجل ابليس قال له ايه اللي انت عملته؟ قال له ما فيش. شويه وراح طالع الراجل بتاعنا بطل قصتنا الفلاح البسيط الغلبان اللي كان عايش وراضي ومرتاح، وهو تعبان وشقيان ما عندوش كتير، وطلع يوصل المعازيم بتوعه او ضيوفه. بالفعل وصلهم وهو راجع في بركه ميه كده، وقع فيها اتملى طينه وميه وبتاع واتبهدل وبقى شكله. فابليس قال له لا، قال للشيطان قول لي، قول لي انت عملت ايه واحده واحده كده، ازاي حولته من انسان راضي وقنوع ومؤمن لانسان بهذا الشكل طماع وجشع وملحد، انكر كل ما له علاقه بيه بما اعطاه الله، يعني انكر نعم ربنا. قال له مفيش، كل الحكاية بس إن أنا زودت له ضروري الاحتياجات بتاعته، وفرتها له اللي هي لقمة العيش اتوفرت مع حاجات تانية غير ضرورية بالمرة، حاجات زيادات زودتها له. وإن الإنسان أصلا بجواه نزعة حيوانية، يعني دايما جواه نزعة إلى السلطة إلى الكثرة إلى الجشع إلى الطمع، أنا أظهرتها له طلعتها له. وهو حتى بيقول له بالظبط كده، يعني الشيطان بالظبط بيقول في عروق الإنسان، بيقول له بذلت ما في وسعي لأجل الفلاح، لأجل أن يمتلك الفلاح أكتر مما يحتاج إليه، أنا بس كل حاجة زودت له الحاجات اللي عنده أكتر من اللي هو محتاجه. في عروق الإنسان الدماء حيوانية تتجول ساكنة طالما لا يملك شيء، طالما يملك أقل من ضرورات، طول ما هو عنده حاجات أقل من ضروراته فهو دايما ساكن وراضي وعايش ومتزن. أول ما زادت حاجته بحث عن اللهو والشرور، وهنا بقى جت الفرصة. أرشدته للخمر استلذها، أعطيته خمرة ليكفر بأنعم الله، وأظهر ما في نفسه، وبذلك تحول من إنسان بسيط إلى وحش كاسر، وسيظل هكذا طالما يعاقر تلك المادة الدنسة اللي هي الخمر. كل الحكاية بس إن أنا أظهرت الحيوانية اللي جواه. فبدأ يعمل ايه؟ نسي وانكر انعم ربنا عليه النعم، وبدأ يفكر ويشوف انا الحاجات اللي هزودتها بعد كده في حياتي. خلصت قصتنا او حكايتنا الاولى مع الروائي الفذ الرائع تولستوي. قابل في حلقه جديده، سوشك في القناه، تفعيل الجرس والاعجاب. السلام عليكم.